بسم الله الرحمن الرحيم. عن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول لتركبن طبقا عن طبق. نقول الطبقة الأولى من العمارة، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة من العمارة. نحن كنا تراب، ثم صرنا نبات، ثم صرنا حيوان. نزل من السماء ماء، التراب تبدل شنو؟ نبات. الحيوان أكل النبات صار شنو؟ صار لحم. أبو الإنسان وأم الإنسان أكلوا اللحم صار دما. الدم تحول إلى مني، المني تحول جنينا، الجنين خرج من بطن أمه طفلا، ثم كبر وكبر على نحن القاعدين هنا. هاي قطعة من الطبق. أما قبل ذلك كم طبقا صعدنا؟ الله العالم. يعني احنا سابق حياتنا من علم في إطلاق. احنا ابتداء اللي نعلم نعلمه من الجنينية أو نعلمه من الترابية. هذا بالنسبة إلى السابق. في هالفترة اللي الآن نتكلم نحن وتسمعون أنتم، في هذه الفترة الآن فترة تعيين طبقاتنا في المستقبل، لأن السابق مو بأيدينا، اللاحق بأيدينا. يعني شوف الشاب الذي يذهب إلى المدرسة، هذا الشاب يعين طريقه في المستقبل: محامي القسم الأدبي، في المستقبل مهندس كلية الهندسة، في المستقبل طبيب كلية الطب، في المستقبل جيولوجي قسم الكذا، فيزيائي القسم الكذائي. وكل قسم هو يعينه، وأنت تعينه، وأنا أعينه. مو هالشكل؟ نحن أيضا نعين طبقتنا في المستقبل. شنو احنا طبقتنا؟ أنت إنسان صادق، طبقتك في أعلى الكاذب في دركات الجهل. قبل ذلك ما كانت بأيدينا، بعد أن نموت أيضا ليس بأيدينا. خلاص هالفترة بأيدينا. الفترة اللي أنا أتكلم وأنتم تسمعون، هل نجعل أنفسنا من الدرجات الرفيعة؟ بيدك. من الدرجات المتوسطة؟ بيدك. من الدرجات السافلة؟ بيدك. في جهنم؟ بيدك أيضا. مصيرك بيدك، والإنسان مخير إما إلى جنة ونعيم، وإما إلى نار وجحيم. هذا هو. لازم الإنسان على أن يفكر، والتفكير بيدك، والعمل بيدك، والحركة بيدك. الله تعالى ما إلى شعور يقول أنت اختر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذا اخترت حسنا فنعم حالك، بمجرد أن تغمض عينك فروح وريحان وجنة نعيم. إذا هيأته سيئا خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، يعني صلوه إلى جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا مصيرك هنا أو هنا. فرد واحد أكو من علماء شيراز، هذا يذكر في كتابه هالقصة، اسمعوه. يقول هو ينقل عن عالم آخر، القصة مو إله، ينقله عن عالم آخر، ويسمي ذلك العالم اسمه السيد هاشم، من علماء شيراز ومن أئمة جماعة المسجد. هذا مسجد ناس يصلون، جماعة يصلون عنده، عند ذاك العالم اللي اسمه سيد هاشم. يقول هذا سيد هاشم نقل لي فرد قصة من أغرب القصص. شنو القصة؟ والقصة لك وليها، مو قصة، حياة. يقول أحد أصدقائي اللي كان يجي إلى المسجد هذا تمرض، أحد أصدقائي اللي كان يجي للمسجد ويضبط صلاة الجماعة هذا تمرض. نقول مقدمة لذلك، هؤلاء الذين يأتون إلى المساجد والحسينيات كلهم بدرجة واحدة؟ أبدا. لعل الذي يأتي إلى المسجد والحسينية هو رفيق رسول الله، ولعله يأتي إلى المسجد والحسينية وهو رفيق أبو جهل.
عمله، لأن الصلاة فرد شيء ظاهر، لكن هل هذا الشيء الظاهر لها عمق؟ إذا لا يستغيب، لا يهين الناس، ما يأكل أموال الناس، وها على هذا المعدل لإيمانه عمق، وإلا سطح سطح سطح. هؤلاء الذين جاءوا إلى قتل الحسين كانوا يصلون مع أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، مع أمير المؤمنين مو معي الله أكبر، يصلي خلف الإمام أمير المؤمنين، مو بس يصلي وحج مع أمير المؤمنين، لأن الإمام راح الحج وجاهدوا مع أمير المؤمنين. هذا المشكلة، يحارب بالسيف، يقتل ويقتل، أخير شجاع إلى حرب الحسين عليه الصلاة والسلام. فلا يغر الإنسان أنه يحضر الصلاة، صلاة الجماعة، أو راح إلى الحج، أو ناس قالوا العالم أو حجي أو كذا، أبدا أبدا أبدا. لازم تشوف عندك عمق إيمان، يعني تواظب على طاعة الله كلها، يعني إذا فرد مادة من طاعة الله فيها نظر يعني سقطت. الإنسان اللي يموت كم مادة في بدنه يصير فيها نظر؟ مادة واحدة، جلطة قلبية، يعني فرد شيء صغير من الدم يتخثر في مكان ضيق من قلبك، كل الجهاز سقط. أو هؤلاء الذين يبتلون بالشلل في المستشفيات، روحوا شوفوهم، اسألوا الطبيب، اسأل الطبيب، فرد شيء صغير في مخه، هنا هنا في مخه فرد ماي صغير، اكو هذا الماي يصير مثل الثلج يتجمد، ماي صغير هالكبرى، يعني الماي بمقدار رأس إبرة، وكل الجهاز شلل في أمان الله، لا يتمكنوا من عمل. هذا السيد هاشم العالم الشيرازي إمام الجماعة ينقل، يقول أحد الأشخاص الذين كانوا يأتون إلى صلاة جماعة تمرض، الله يشافي إن شاء الله. يقول أنه ذات مرة جاءني أولاده وهم يبكون، خيرا، قالوا والدته في حالة احتضار، حالة شديدة، تعال، طبيعي. يقول أنا رحيت وبحيث أنه يحضر جماعتي كذا، أحبه، رحت إلي. هاي قصة حقيقية، شيء قريبة مو بعيد القصة. يقول رحت إلى احتضاره وإلى عيادته، جلس اليوم، شفت على أنه حالته ثقيلة صحيح، لكن يشعر وينظر ويتكلم، لكن بهدوء يتكلم، أواخر حياته متبين، فرد مصباح أواخره. يقول أخذت أقرأ له ياسين والصافات، مستحب عند المحتضر يقرأ سورة ياسين، سورة الصافات في القرآن الحكيم، أغلب شباب لم يعرفون يقرون القرآن، هذا لازم يعرفوه. يقول أخذت أقرأ القرآن ياسين والصافات، قرأت، هو مباوع، لا يقرأ لا يتكلم لا شيء، بس مباوع، لكن هو عنده قدرة كلام. يقول قرأته، بعد ذلك قرأته دعاء العديلة، هذا الدعاء مروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وموجود في مفاتيح الجنان. هذا الدعاء الإمام الصادق يقول إن الشيطان يأتي عند الموت ليأخذ إيمان الإنسان، الملائكة يأتون عند الموت ليزرقوا بالإيمان، يصير تحارب بينهما، بين الملائكة وبين الشيطان، هذان خصمان اختصموا في ربهم، كما في القرآن الله يقول يختصمان على هذا الإنسان. وفي آية أخرى الله تعالى يقول وقيل من راق، يعني هذا من جنود إبليس يودون النار، أو من جنود الله يودون الجنة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. دعاء العديلة لتنسوها عند المحتضر يقرأها الإنسان، هذا الدعاء حتى أنه يحفظ الإنسان من أن يسلب إيمانه عند الموت. ومن المستحب أن المحتضر إذا يتمكن هو يقرأ هذا الدعاء، في المفاتيح موجود الدعاء، يسمى بدعاء العديلة. عديلة يعني شنو؟ يعني هذا العديلة يعني دعاء ذلك الشيطان، عديلة يعني النفس التي جاءت إذلا لهذا الإنسان، تقرأ الدعاء حتى تطرده. العديلة اسمه الشيطان، دعاء العديلة، رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. يقول أخذت أقرأ عليه دعاء العديلة، هم يباوع ويسمع ويعرف يتكلم، لكن ما يقول شيء، لا ما عدا حاله، صديقه هذا اللي يحضر صلاة جماعة. يقول نفس الشيء، باوع باوع خلاص. بعد اللي قرأت شفت حالتي كلش صارت ثقيلة، كلش كلش
قلت ألقنه الشهادتين. من المستحب الذي يحضر عند الميت أن يلقنه الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم الاعتراف ببقية الأئمة، ثم الاعتراف بالجنة والنار. أزيل ميزان هالأشياء. من المستحب شرعا أن يعرفه فيعترف هو. وأكو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت آخر كلمته لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا إنسان أخير كلمته في الحياة لا إله إلا الله، هذا أخير شيء يدخل الجنة، ولو عذب مثلا تعذيبا كذا، لكن أخيره دخول الجنة. يقول لما أنه شفت هذا العالم سيد هاشم، عالم في شيراز وإمام جماعة، يقول لما شفت هذا حالته كلش صارت ثقيلة، أخذته ألقنه لا إله إلا الله. حجي فلان، ما أدري اسمه شنو، فلان، ما يجيب اسمه هو هذا، حفاظا على سمعة المؤمن. يقول قلت له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يسمع ويشوف. يقول أولاد المرحوم لما شافوا حالته ثقيلة أخذوا يبكون وراحوا برا من الغرفة. أنا وحدي بقيت عنده، بقيت عنده فرد مرة شفت يباوع إلى مكان، أولاده طلعوا لأن ما تمكنوا يشوفوا موتى أبيهم، راحوا. هو بقي وأنا العالم معه، عن العالم سيد هاشم، يقول أقول قل لا إله إلا الله، ما يقول. فرد مرة شفت يباوع فرد مكان كأنه فرد واحد من هالمكان إجي. يقول فرد واحد كأنه، افرض انه انا مثلا جاء اتكلم الان، فرد واحد يجي شلون اباوع عليه، متبين انه، لكن ما اشوف انسان اللي جاء. العالم يقول بس شفت توجه الى مكان، توجه الى مكان وكأنه يكلم فرد واحد، يعني حالة تكلم شلون. يقول كأنه هو قال له شيء، هالكلمة قال له شيء، بمجرد ان هو قال له شيء كأنه ها، يعني ما يسمع شيء وما ينظر، لكن من التوجه عرف. يقول فرد مرة هذا المحتضر أمامي 3 مرات قال يهودي يهودي يهودي، ما يقول أنا أخذت أبكي على حاله، لقنته لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يقول. فرد مرة قال هذه الكلمة ومات، مات مات. يقول أنا أخذت أبكي، ما أبكي لموته، أبكي لمصيره السيء. من بجت حين أولاد سمعوا وجهه في الغرفة، شافوا أبوهم ميت، قاموا يلطمون على راسهم ويبكون وكذا، ودل الجنازة وتشييعها. يقول بعدين أنا طلبت أحد أولاده، ما قلت له الشيء، قلت له هذا أبوكم إنسان طيب وأنا أدري يجي المسجد وكذا، أنا أسأل منك في السؤال حتى أعالج. قال شنو السؤال؟ قلت شنو عمل سيء هذا عندي؟ فكر كل واحد عمل سيء. قلت له يعني شنو حتى إنسان يعالج الوضع بعد اللي مات ودفنوه فاتحه وخطف كل شيء. قلت له بعد التكرار، كان الواقع أنه هذا إنسان طيب، يصلي يصوم كذا. قلت عدى فلوس؟ قال يتاجر هو، عدى فلوس طبيعي. قلت حاج؟ قال لا ما حاج. ليش ما حاج؟ قال ليش يدير مال الحاج. يقول فعلمت أنه خير هذا اللي يتكلم كان وياه، لعله ملك غير ملك، خير. يقال للإنسان عند موته تارك الحج، مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، ومات هذا يهوديا، انتخب اليهودية. الله الله، هسه حياة بصيرة، ما راح للحاج و200 دينار يصرف، هسه ما شاء الله في الكويت أكثرهم يروحون للحاج، ما راح للحاج و200 دينار يصرف، ويهودي هنا مع الحرامية واللصوص. فرد عالم آخر ينقل فرد قصة أخرى، يقول رحت على محتضر، يقول رحت على محتضر، هم كاسب ذاك المحتضر الثاني، يقول رحت على محتضر حالة احتضار، شفت فرد واحد جاي يقرأ يمه ياسين وصافات وعديلة، هو الميت جاي يقرأ ويا المحتضر يقرأ، يقول خلصت الياسين والصافات والعديلة خلص. فرد مرة نظر هذا المحتضر إلى هنا وهنا وأخذ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في آخر الحشر، في آخر الحج. هذه آيات لها تأثير هائل في السعادة، إن شاء الله لا تنسون اقروه واحفظوه. يقول في آخر الحج، فإذا شفت قرأ هذا العالم ينقل، يقول رحت إلى زيارة محتضر، إنسان كان عند رأسه يقرأ الياسين والصافات،
انتهى من ياسين والصفا، وهو المحتضر ثقل حاله. لما ثقل حاله أخذ ينظر يمينا وشمالا وأخذ يقرأ هذه الآية: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كأنه عرف بأنه فرد مكان انفتح أمامه قام يقرأ هذه الآيات. يقول قرأ الآيات إلى آخرها مرة ثانية: الملك القدوس السلام. خلاص على كلمة السلام، يعني شنو هذا؟ يعني هو سالم إلى الأبد، انتهى كل شيء. عين مصيره الإنسان، هنا يعين مصيره الإنسان الصادق والكاذب والمنافق والمستغيب والشارب واللاعب والمستعمل عاد السرية والمصلي والصائم والذي يبسط أهله والذي يبسط الولد اللي في الحوش ما أشبه هذا، الآن يعين مصيره. أما إذا لم يعين مصيره وراح هناك بعد انتهى، مو بيده قبل ما الحياة، مو بيده بعد ما يذهب من الحياة، هم مو بيده، الآن بيده، الآن القطع بيده. إن أحسن فله الحسنى وإن أساء فله السوء. ولذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يقول: لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقات، إما تصعدون طبقات أو تنزلون طبقات. رايحين للسوق الكويتي يصعد طبق أو ينزل طبقات. فالإنسان بالنسبة إلى آخرته يعين مصيره طبقات من السعادة والارتفاع أو طبقات من الشقاء والتدمر. أكو حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن عدد درج الجنة بعدد آيات القرآن. يقال للإنسان العامل بالقرآن في يوم القيامة: اقرأ آية وارق درجة. أية آية عملت بها؟ حفظتها؟ نشرتها في المجتمع؟ أمرت بها تقرأه هناك تقرأه هناك وتصعد درجة؟ اقرأ وارق. لتركبن طبقا عن طبق. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.